هقول لكم ايه، احنا لازم نتفق مع بعض ايه المواقف الجميله اللي هنحكيها له عشان يفتكر. وده جيب له مواقف جميله منين؟ ده انا كل مواقفي معاه مهببه يعني. يا رب لا مواقف ولا حتى صور. يا رب يفضل ناسيني يا رب، يا رب ما يفتكرني، ده رزقه وجالي يا رب حبيبك النبي. يا رب ما تقومه من قومته ولا تنيمه من نومته ولا تصحيه من غيمومته. والله العظيم يا ايمن لما بابا بس يخف بالسلامه هخليه يطين عيشتك. روح يا علو شغل الشريط ده على منده بابا. بص الحته دي انت متخلف يالا، بتحاول ليه متخلف؟ مش عاجبني يا عم، مش عايز اتفرج عليه. وطي صوتك يالا عشان ما اضربكش. يالا ولا انت كداب اصلا وما تعرفش تضرب الطبيب. طب سيبه سيبه سيبه. طب علي بقى علي. اهو اهو انا لازم اشوف الحادثه يا بابا. هو بابا مش في البيت يا ولاد؟ يمكن في الغيط. هات يا ابني الكابل. يا ولاد بابا بجد مش في البيت، يمكن ماشي على الحيط او بياكل سبيت. ايه يلا يا لوزر. بابا طيب طيب خالته افتح. اهلا تعالي يا حبيبتي. ما شفتيش بابا يا خالته؟ لا يا حبيبتي ما شفتوش، اصل انا مش لاقيه تحت في البيت. يعني ايه عيل تاه يعني بتدوري عليه؟ راح فين؟ ما اعرفش. خلاص شكرا. تعالي تعالي. طب اشربي حاجه ونتكلم. اشرب ايه بس يا خالته؟ بقولك مش لاقيه بابا. مالك بتنهك كده ليه؟ انا اصلي اتخطفت. اتخطفت ازاي؟ ما اعرفش، جم ناس كده قالوا لي انت فاضي وراك حاجه؟ قلت لهم لا. قالوا لي ممكن نخطفك؟ قلت لهم اتفضل. ما قالوا الكاش هم مين طيب عشان نجيبك من عندهم؟ سالت مش عايزين يقولوا. بس حلو التريننج اللي انت لابسه ده قوي. ده اخر حاجه نزلت في صفه اللبن. تاخد عصير؟ انت معاكي عصير؟ انا خدت عصير. ربنا يستر. ثانية واحدة. طب انت بتنهج ليه؟ تبقى انك هتتعبيني وبتنسي بقى، وانا مش لسه ستاني محكي لك الحكاية. حكاية ايه؟ ان انا اتخطفت. انت مخطوف؟ اه. حلو قوي التريننج اللي انت لابسه ده. ده؟ اه دي اخر حاجة نزلت في باب اللوق. انت مالك بتنهك كده ليه؟ وبعدين يا جماعه هنفضل رايحين جايين كده؟ لازم كل واحد فينا يدور في مكان. انت يا علوه. انا هعمل له صفحه على الفيسبوك بعنوان ارجع يا حلواني ومش هتزعلك تاني. الله اكبر عليك يا حبيبي، فيري كرييتيف. وانت يا ايمن لازم تدور عليه في كل الاقسام والمستشفيات. انا هدور في المستشفيات بس، عشان انا لو دخلت اي اسم هتدوروا علينا احنا الاثنين. يا رب يا رب. معلش ما تقلقيش ما تقلقيش يا حبيبتي. ما تبص عليه في الاوضه كويس، يمكن موجود في اي حته وانت مش واخده بالك. هو جنيه ضايع يا خالو؟ حضرتك بتتكلم على ايه؟ ده ابويا بابا. السلام عليكم. وعليكم السلام. لقيته؟ انا سالت كل الحاره عليه، قالوا لي ان هم شافوه وهو بيجري، ولما سألوه بتجري ليه؟ قال لهم ألعب باليه. يا خبر. لا إله إلا الله. الباليه ده جاله من إيه؟ مش عارف. أنا هدور عليه في الأوبرا. لا مؤاخذة أنا آسف، أصل كانت في واحدة قاعدة هنا من شوية وقيت خلي بالك من المكان، أنا آسف. بعد شوية حضرتك لفي وتعالي اقعدي يعني. أيوة كان في واحد قاعد برضو شاب جنبي هنا؟ آه كان لابس مايو. لابس إيه؟ مايو كده حضرتك. حتى قمت جبت له منين وجيت. جبت له منين منين؟ من الراجل اللي عند البحر. الراجل بتاع البحر؟ طب لو جت أقول لها؟ بتبقى تيجي بقول لي أقوم، مع إنه كان في ولد هنا قاعد جنبي شاب. معرفش بيه. انا كان في سؤال عايز اساله لحضرتك، بس قلت يا حكم لسانك ما تتسرعش. لا ارجوك اتسرع وما تحكمش لسانك. سؤال ايه؟ في حد
حد ايه جاي يقعد هنا في وسطينا؟ لا هيقعد هنا. مش فاكرة. يمكن انا اتأخرت بقى. لا اتأخرت على ايه؟ انا خليك قاعد. بص لو في حد نبقى نديله بومبا. نديله بومبا واحنا نقعد مع بعض يعني. انا زهقانة قوي. ما تيجي نقوم نعمل حاجة ولا حاجة؟ نتمشى ولا حاجة؟ نتمشى نروح فين؟ أي حتة، أي نصيبة رجلنا تاخدنا ليها وخلاص. مش حد من اصحابه يعرف عنه اي حاجه. انا اللي هجيبه لكم. صفحه ترجع يا حلواني، مش هنزعلك تاني. عملت 2000 شير، يعني في 2000 واحد دلوقتي بيدوروا على بابا. خليك ادمن غلو. اعوذ بالله، ادمان ايه؟ لا انا ماليش في السكه دي، وبعدين الادمان ياثر عليك في الجواز. اهو جه. انا دورت عليه في كل المستشفيات ما لقيتوش، بس لقيت عسكري جيش واقف تحت البيت اداني الجواب ده وقال لي اعتبر ابوك شهيد. بس دي ورقه فاضيه. ماما ما كانش في حد تحت. اعملها مركب يا ايمون. مين؟ مين؟ افتح يا جبان. لا افتح. يلا انت. لا افتح لي مرتضى. عايز ايه؟ بص بقى، جات لي فكره هي اللي هتجيب من الاخر. هنحط صور في كل حته في الشارع ونحط عليها رقم التليفون، اللي يلاقيه يتصل بينا. ماشي. الصوره اهي. ايه ده؟ ده فريق واما. ايه مصاب بالجنون دي؟ عيب. عشان الناس تخاف وتتصل على طول. وبعدين مش الدكتور اللي انت جايباه ده قال كده؟ بس مش لدرجة مصاب بالجنون يعني. طيب ممكن نكتب. مساء الخير، الحالة بتاعتي عاملة ايه؟ جاية شايك على صيانتها بنفسي. صيانة ايه؟ مين ده؟ اهو ده بقى اللوسطة اللي بيعالج عم حلواني. احنا من الصبح مش لاقيين بابا، هو مفيش أي أمل اللي هو يفتكر ويرجع البيت لوحده؟ بسيطة بسيطة، لازم تروحوا الأماكن اللي عملت له نقلة في حياته. يبقى ندور عليه في استوديو جلال، ده أول استوديو انطرد منه. استوديو جلال إيه؟ اتطرد منه، لازم تروحوا الأماكن اللي بيتبسط بيها، اللي بيحبها. أيوه، الجاردن اللي كان بيفسحنا فيها وإحنا صغيرين، وكان بيقابل فيها ماما. برافو عليكي، يبقى أكيد بيكاروز هناك. لفة المركب. دكتور معلش، الكائن ده ما استفزش حضرتك؟ ما حسيتش ان في هنا حاله عب نورمال؟ اتفضل اشوف. هتشوف ايه؟ انت هتتجنن؟ ده انت عم حلاوه بتاع الكبده بيفهم اكتر منك. اقسم بالله لو فكرت تهزر معايا لا هغرقك في السنيوره. انا ما بحبش عبط. تمام. وي وي وي. يا بعقلي المنين ده، نفخ لبطني. ياه عايز اطلع النفخه دي. دي حاجه اتنفخت عندك؟ انا ما فيش اي حاجه منفخه. ما اكلتيش منين؟ لا انت اللي كلت الزراويط دي كلها لوحدي. ايوه بيعمل حساب الفشار يا استاذ. نعم الحق حساب الفشار. فشار مين؟ ما كلناش فشار احنا، كلنا منين؟ فشار؟ فشار. طب بص هات لنا 2 تاني وندفع كله. بابا بابا حبيبي دوختنا عليك يا حبيبي. لا ما ينفعش تواجهيه عشان ما يحصلوش مضاعفات. بالراحة. دول اللي خطفونا. اخص عليكوا اخص، ما انا قاعدة بقالي 35 سنة اللي ما حد عبرني بخطفة واحدة. اخص اخص. حضرتك أنا لهفة بنته. لحمة بنته؟ عيب. مين بنتي مين؟ ها؟ أنا لهفة، أنت مش فاكرني يا بابا؟ أنا بنتي مش فاكر بنتي مين. أنا قاعد مع المدموزيل. أيوة كانت بتنهج وبتتخطف وأنا اتخطفت. بقولك يا لفة، مفيش بقى غير حل واحد، إن احنا نضربه على دماغه عشان ترجع له الذاكرة. لا أخاف عليه. تخاف عليه يا بنتي؟ أنت ما شفتيش أفلام؟ ما بيحدش بيرجع له الذاكرة لما بيتخبط على دماغه. طيب أوكي جرب أنت وأنا مش هبص. ماشي. أي حاجة. البوليس.
ناموس هبدوس ناموس ناموس فظيع حسيت هبدوس يمكن صراصير في ايه صح نيتهم مش سليمه مش جرب اخر مره بقى خلاص مش حلوين هاتي بقى ايه كيف انا شايف لهفة حبيبي يا بابا حبيبي صل على النبي صل على النبي حبيبي الحمد لله على سلامتك ايه ده انا كنت فين مرتضى ايوه يا عم حلوين الحمد لله على السلامه سانكيو مرتضى سانكيو اي خدمه مين دي اخصى عليك اخصى عليك انا اسف دي بنتي وده ابن عمها وكمان مخلف انا مش مخلف بس دي بنتي عشان كده الظاهر ان الست دي مش فاكره حاجه زي بابا خطفت خطفت ماشي يبقى محتاجه واحده برضه كمان قول لهم يمكن يجوا وانا بقول لكم بقول لك ايه في منتصف الراس وبقوه ماشي هم عايزين يعملوا لك مفاجاه حلوه قوي في زود المفاجاه نفسك في ناموس اوبس ساعديني يا ماما متشكر قوي يا جماعه متشكر جدا احنا كنا ايه ده ايه ده ايه ده مين ده معرفوش مين ابنك يا ماما مين ابنك يا انت ام سامح حسين انا ابنها يا فندم ابنها معلش مش هينفع نسلمها لك لازم تديني اماره انك انت ابنها ايوه ماما بتيجي كل يوم هنا وانا باخدها منك ماشي ادينا اماره ان هي ماما بصي 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 مين ده ايه ده بابا مستنيكي في البيت بابا ده بابا بابا مستنيكي في البيت ده بابا مرتبط بابا يا ماما بابا مع ان الواد فيه شبه من عبد الوارث عصر بس ده معلش انا ابنها بص هروح اجرب روحي خليك هنا لو ما نفعش هاجي اتصلي بي على طول يا حبيبتي طب يا حبيبي باي باي يا حشمت باي يا لحمه باي باي مع السلامه كل الفشار طب يا حبيبي خلي بالك منها من فضلك ما تنهجيش انت بتنهجي ليه الحمد لله على سلامتك يا بابا يا حبيبي يلا بينا بقى نروح يلا نروح انا مش عارف ايه اللي جرى لي يا بنت الحمد لله يا رب الحمد لله اجيب لكم فشار لا يا حبيبي شكرا ربنا يخليك انتوا بتنهجوا ليه هتزيني بقى حاجه احنا تمام الحمد لله تعال يا حبيبي تعال الحمد لله يا رب الحمد لله على السلامة يا بابا نورت بيتك لقيت بابا في الجاردن يا جماعة زي ما الدكتور قال ورجعت له الذاكرة الحمد لله على السلامة ازيك يا بابا ازيك يا حبيبي ده انا قلبت عليك الفيسبوك لحد ما الفيسبوك تقفش منك وزهق استنى يا ولا لما نتأكد انه خاف قولي يا حلواني انا مين انت ابتهال ايه الذكاوة دي يا بكوان يا واد استنى بمتحنه طب قولي يا حلواني دول كام جريه وانا بسنن